السلام عليكم. تتواصل المعارك الضارية في مديرية صرواح والتي انطلقت الاثنين الماضي وسط أنباء تحدثت عن قرب إحكام الجيش الوطني والمقاومة سيطرتهما على المواقع الاستراتيجية وإنهاء الوجود العسكري لميليشيا المخلوع صالح والحوثي إثر هجوم عسكري هو الأكبر من نوعه في هذه المنطقة المهمة الواقعة في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب. أما في محافظة الجوف فتمكن الجيش والمقاومة من استعادة أحد أهم المعسكرات التابعة للميليشيا الذي يعرف باسم معسكر الباحث إلى جانب عدد من المناطق المهمة في مديرية الغيل آخر المعاقل المهمة للميليشيا في المحافظة. وعلى الصعيد السياسي أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الوزير جون كيري عرض خلال لقاء له مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الصين عرض مقترحا بهدنة تستمر لمدة 72 ساعة لإتاحة الفرصة للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لإجراء محادثات تهدف إلى إعادة إطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية. مراقبون وصفوا المقترح الأمريكي بأنه محاولة لإنقاذ الوضع المتداعي للميليشيا في جبهات القتال خصوصا بعد الانتصارات التي أحرزها الجيش الوطني والمقاومة بإسناد من التحالف العربي في صرواح والجوف وتعز. يأتي ذلك فيما يواصل المبعوث الأممي مشاوراته مع الأطراف اليمنية على ضوء المبادرة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا وسط أنباء عن أن المبعوث الأممي عرض الأفكار التي تضمنتها المبادرة مع وفد الميليشيا في مسقط دون أن يتلقى ردا فوريا على أمل أن يتلقى هذا الرد في غضون الأسبوع المقبل. سنناقش في هذه الحلقة من المساء اليمني التطورات السياسية على خط الأزمة اليمنية على ضوء التقدم العسكري الذي يحرزه الجيش الوطني والمقاومة في محاولة للوقوف على دوافع الدعوة الأمريكية المفاجئة للهدنة وإمكانية عقد هذه الهدنة ونجاحها في تأمين أجواء مناسبة لإعادة إطلاق جولة مشاورات جديدة. بداية مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أهلا بك أستاذ ياسين. شكرا جزيلا لك أخي ولي. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. مجددا يلقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بعصا التصريحات إلى المضمار اليمني بالتزامن مع اقتراب الجيش والمقاومة الشعبية من البوابة الجنوبية لصنعاء من جهة صرواح خولان بالتوازي مع التقدم في البوابة الشرقية جهة نهم. تقدم في صرواح مأرب وآخر في الغيل بالجوف وثالث في الجبهة الغربية بتعز. بالتزامن مع هذا التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني والمقاومة يدعو كيري إلى هدنة تمتد إلى 72 ساعة. تقدمت القوة اليوم قوة الجيش الوطني مع وادي الزغن وتقدمت حتى وصلت إلى مشارف مطار صرواح. الموقف الأمريكي الذي تلاشى مثل قرص الثلج في لحظات سقوط الدولة اليمنية والانقلاب على العملية السياسية ومخرجات الحوار التي كانت برعاية إقليمية ودولية تعود مقترحاته وتصريحاته بخصوص اليمن كتحصيل حاصل لسياسة البيت الأبيض غير واضحة المعالم. الدور الأمريكي تكشف عنه كبريات الصحف الأمريكية عبر صفحاتها حين أزاحت صحيفة الواشنطن بوست الستار عن الضغوط الأمريكية الكبيرة التي مارسها البيت الأبيض على ولي العهد السعودي لإحباط مخطط التحالف لتحرير صنعاء والقضاء على سلاح الإنقلابيين. جملة من الشروحات والمقترحات التي قدمتها واشنطن للتحالف العربي تقف في طريق القيام بأي عمل عسكري موسع باتجاه صنعاء من أجل إنسقاط الإنقلاب واستعادة الدولة. تلك الضغوطات عززتها تصريحات كيري الأخيرة بحثاً عن هدنة لمدة 72 ساعة وهي الفكرة التي لم تصمد ولم تتمكن كل دعوات الأمم المتحدة والمجتمع خلال العامين الماضيين من إقناع ميليشيا الحوثي والمخلوع بالالتزام بها. في موازاة الموقف الأمريكي المرتبك تبدو إيران أكثر حضوراً في الشأن اليمني والأكثر استفادة من الارتباك الأمريكي والغربي إزاء الصراع في اليمن وتعمل على استغلال الثغرات في مد أتباعها في صنعاء بالمزيد من الأموال والأسلحة وخلخلة الروابط الوطنية وتوسيع شرخ الانقسام لإنتاج كيان طائفي داخل كيان الدولة الوطنية. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أستاذ ياسين هناك انتصارات للجيش الوطني والمقاومة في جبهة صرواح تتحقق يوما بعد آخر. هناك على الصعيد السياسي دعوة أمريكية لهدنة
حتى يتحدث ولد الشيخ ويتواصل مع الأطراف ما بين الإنقلابيين وكذلك الشرعية. هل هذه المحاولة من قبل كيري هي محاولة لإنقاذ الحوثيين من هذا التقدم الذي يحدث على الميدان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك من شبه إجماع تقريبا على أن هذه الدعوة ربما جاءت في سياق محاولة لإنقاذ الحوثيين بعد التقدم الكبير للجيش والقوات المسلحة والمقاومة من جهة صرواح ومن جهة الجوف وفي تعز أيضا. ولكن دعنا هنا نصف الأمر بدقة أكبر. الولايات المتحدة لا تعمل يعني عامل إنقاذ مع الحوثيين، هي ليست لديها حساسية من إمكانية بقاء الحوثيين جزءا من الدولة اليمنية، بل هي عرضت هذا في عبر وزير الخارجية جون كيري في جدة الذي قال أن الحوثيين هم أقلية وعليهم أن يدركوا ذلك وعليهم أن يقتنصوا هذه الفرصة للبقاء جزءا من بنيان الدولة اليمنية. هنا دعونا نقول في بأن الولايات المتحدة أو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم دعما فوريا ومباشرا للحوثيين بهدف إنقاذهم. في تقديري أن جولة المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي في مسقط ربما قدمت مؤشرات إيجابية، يعني عبر مسقط تلقتها الخارجية الأمريكية، خصوصا أن اللقاءات التي أو اللقاء الذي تم بين وزير الخارجية الأمريكية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الصين على هامش قمة مجموعة العشرين حدث طبعا قبل يومين تقريبا، وبالتالي الإعلان تم اليوم الإعلان أو البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية. هذا ربما هذا الإعلان انبنى على الإشارات الإيجابية التي جاءت من مسقط، وهذا يجعلنا نذهب إلى الاعتقاد بأن المعسكر الإيراني على وشك التحديد الذي ربما ضاق ذرعا بالتقارب الكبير الذي شهدته مؤخرا أو الذي جرى مؤخرا بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعد مرحلة ربما فهمت بأنها محاولة انسحاب أو تنصل من جانب الإدارة الأمريكية من التزاماتها تجاه المملكة العربية السعودية، هناك تقارب واضح بدت ملامحه حتى في طبيعة اللقاء الحميم الذي جرى في الصين بين الرئيس الأمريكي نفسه وبين ولي العهد السعودي. هذا أزعج المنظومة الإيرانية بشكل عام، مما جعلها تطلق حملة أو خطاب إعلامي متوتر جدا ومشحون بالشتائم تجاه المملكة العربية السعودية من زاوية طبعا الخلاف بين طهران والرياض على الحج. لكن أنا أعتقد أنه يعكس إحباط إيران والمنظومة المرتبطة بها من النتائج التي تحقق في اليمن والتي تجعلهم يفقدون السيطرة شيئا فشيئا على الوضع في اليمن. ولهذا ربما أنا أعتقد أن الإشارات جاءت من هذا المعسكر إلى الخارجية الأمريكية، وهي إشارة تكفي إلى أن تقتنع الإدارة الأمريكية بأن هناك حاجة الآن لوقف العمليات العسكرية بهدف الذهاب إلى مشاورات. ونستطيع أن نقول أن هناك حاجة من جانب الإنقلابيين باعتبارهم امتداد للمعسكر الإيراني إلى إيقاف أو إلى وقف العمليات العسكرية، لأنهم فعلا يتعرضون لضغوط شديدة في جبهات القتال والنتائج العسكرية بدت واضحة للجميع. هناك تقدم كبير جدا، وأنا أعتقد أنه بمجرد فقدانهم لصرواح سيفقدون أشياء كثيرة. وأحد ما الذي يعني سيفقدونه تحديدا؟ صرواح تمثل أهم من المعاقل الرئيسية أيضا، وهي من أهم الحصون التي تعيق تقدم القوات المسلحة باتجاه صنعاء. هذا بالإضافة إلى أن صرواح تمثل أهمية كبيرة لهم، لأنها تتيح لهم فرصة إطلاق صواريخ متعددة، يعني ممكن تكون صواريخ كاتيوشا، ممكن تكون صواريخ دوشكا، بالإضافة إلى الصواريخ البالستية. وهذه الصواريخ دائما تزعج المارب التي يفترض أن تكون مقرا أساسيا للحكومة، وأيضا تسبب في خسارة، لأن صحيح أن منظومة الصواريخ منظومة الدفاع الصاروخية دائما تمنع وصول الصواريخ إلى مارب، ولكن أيضا هذا مكلف بدرجة أساسية. إذن أعتقد أن التحرك باتجاه صرواح هو في جزء من أهدافه يشكل حالة من حالة تأمين العمق الاستراتيجي لمارب وتأمين حماية حقيقية لمارب، وفي بعده الآخر يشكل حالة من حالة التقدم باتجاه صنعاء. هنا
مصدر قلق الحوثيين طبعا وحليفهم صالح هو من استمرار هذا التقدم باتجاه صنعاء، ولهذا ربما أنا في تقديري أن الإشارات التي أتت منهم عبر المبعوث الأممي وعبر مسقط نفسها إلى الخارجية الأمريكية هي التي دفعت بالخارجية الأمريكية إلى إصدار هذا البيان. طيب أنت تتحدث عن أفق أو تتحدث عن تحركات المبعوث الأممي، ما الذي يمكن أن يقوم به المبعوث الأممي بعد فشل مشاورات الكويت؟ إن صح التعبير الفشل. على الرغم من أن تقديري الشخصي أن هناك إشارات إيجابية، ولكن هذه الإشارات تتعلق باستعداد الانقلابيين للذهاب إلى مشاورات جديدة، وأعتقد أن هذا الاستعداد يأتي على خلفية الضغوط العسكرية التي تشهدها الجبهات في هذه المرحلة. لكن على المدى البعيد أنا أعتقد أن لا يوجد أفق لهذه المشاورات، ولا يوجد أمل في إمكانية التوصل إلى حل حقيقي للأزمة اليمنية عبر العملية السياسية، لأن الحوثيين وشريكهم صالح والذين يمثلون حاليا بما يسمى بالمجلس السياسي أعتقد أنهم ليست لديهم مواقف جديدة وليست لديهم تنازلات جديدة، فهم مصرون على التمسك بالمكاسب التي حققوها خلال المرحلة الماضية، ويراهنون على طول الأزمة وعلى ممارسة مزيد من الضغوط العسكرية على الحدود مع الجانب السعودي وإطالة أمد الأزمة حتى يمل التحالف ربما ويصلون إلى أهدافهم في نهاية المطاف، أو كما قال اليوم وزير سابق مقرب من المؤتمر ومن المخلوع صالح قال أن ليس لدى اليمنيين ما يخسرونه، وهذا قمة المغامرة وبحياة اليمنيين وبكرامتهم وبمقدراتهم. هؤلاء يريدون إطالة الأمد وإطالة الحرب حتى لو اضطروا إلى الدخول في حرب أهلية، لأنهم ليس لديهم ما يخسروا، لأنهم لا يلقون بالا لمصالح الشعب اليمني. 26 مليون أو 28 مليون نسمة الآن هم يقعون أسرى بيد هذه العصابة المسلحة التي قادت البلاد إلى حرب أهلية، وبالتالي هذه العصابة ليس في وارد احترام هذا الشعب اليمني وصون دمه وحماية مقدراته، ولهذا لديهم استعداد لمواصلة الحرب. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقفهم طبعا عند حدهم هو العملية العسكرية، والعملية العسكرية أعتقد أن كل مصادر نجاحها أو عوامل نجاحها متاحة. هناك مقاومة شرسة وقوية ولديها إرادة وعزم على استعادة الدولة، وهناك جيش وطني مسلح، وهناك غطاء من التحالف طيب قادر على حسم المعارك. طيب الحديث عن العمليات العسكرية، ينضم إلينا الآن أستاذ ياسين ركن إعلام التوجيه في وزارة الدفاع الأستاذ يحيى الحاتمي. مساء الخير سيد يحيى. مرحبا بك أخي. أهلا بك سيادة العقيد. في ميزان المعركة الآن هناك جبهتان مهمتان تحديدا في ما بين يعني تخوم صنعاء، هناك جبهة نيم وهناك جبهة صرواح، بالنسبة لكم أي المعارك أهم؟ أولا مرحبا بك وبمشاهدي الكرام وضيفك الكريم، وكل المعارك وكل الجبهات مهمة بالنسبة لنا لقوات الجيش الوطني، وكل معركة تسند الأخرى وكل جبهة تسند الأخرى. اليوم فتحت جبهة جديدة في منطقة صرواح، وبحمد الله وتوفيقه أبطال الجيش الوطني يسطرون أروع الملاحم في هذه الجبهة، وفتح هذه الجبهة يمثل محور أساسي ومهم جدا لمساندة جبهة نهم وتشتيت قوى الانقلابيين، وأيضا الوصول إلى العاصمة صنعاء في سبيل الوصول إلى العاصمة صنعاء وتحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية من قبضة الميليشيات الانقلابية وإعادة الدولة والشرعية وإعادة الحكومة إلى وإعادة الوضع إلى نصابها الحقيقي. الآن العمليات التي تدور حاليا كلها عمليات عسكرية معدة مسبقا ووفق خطة استراتيجية ينتهجها الجيش اليمني وقيادة الجيش اليمني في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة لها، وذلك في هدفها الأساسي إعادة الدولة وإعادة الشرعية إلى نصابها وتحرير كافة المحافظات التي ما زالت تحت قبضة الانقلابيين إلى والعودة إلى المسار الحقيقي للدولة والشرعية. طيب هذه الجبهة، فتح جبهة صرواح، هل جاء بناء على إعادة تقييم عسكرية؟ لأن ما حدث في جبهة نهم كان نوعا من ربما مواجهات طويلة الأمد، فارتأيتم أنتم في القوات المسلحة أن هناك حاجة لفتح جبهة أخرى، أم أنه كان جزء من خطة معدة سابقا في وقت مبكر لبداية هذه المواجهات؟ الخطة معدة من السابق، ولكن الإعداد والتجهيز كان يجري على قدم وساق،
وستفتح بإذن الله جبهات جديدة في القريب العاجل، وستسمعون أخبار تصرفهم. صنعاء ستحاصر من أكثر من محور، وهناك الآن الجبهات الأساسية التي ستفتح. ما التأخير أو السبب التأخير في الإعداد والتجهيز الجيد للجيش والعتاد العسكري وتجهيز المنطقة ودراستها، وأيضا محاولة أيضا أن يكون العدو على غفلة وأخذ العدو على مقتل في حين غرة. طيب بالنسبة لموقف الأهالي وكذلك القبائل في المناطق المحادية لصرواح، هناك مديرية خولان، كيف تقيم هذا موقف الأهالي؟ هل تعتقد أنهم سينحازون في وقت ما إلى الشرعية؟ اليوم مشايخ خولان كان لهم لقاء موسع في مديرية في منطقة جحانة في خولان، وأصدروا بيانا بأن مناطقهم ستكون ممنوعة على الميليشيات، وقاموا بمنع الميليشيات بالانتشار داخل قراهم ومدنهم الرئيسية، وأعلنوا بأن خطهم مفتوح لقوات الشرعية والقوات العبر، وأن ليس للحوثيين إلا الخط الأسود باللهجة العامية هو الطريق الرئيسي الزفت، وسيكون مفتوح للشرعية في حال وصولها أي قوة صالحة، سيفتحون الخط لهم ولن يواجهوا الشرعية أو قوات الجيش الوطني. واليوم مؤخرا في هذه الليلة قامت الميليشيا الانقلابية بمحاولة الدخول أو التمركز في بعض مناطق خولان، فقام الأهالي وطردوهم من المنطقة ومنعهم أيضا من أي انتشار في هذه المديرية. الآن الصرواح بات الجيش الوطني على مشارف خولان، وبعد السيطرة وحصار هيلان والسيطرة على وحصار مركز المديرية وسيطرة الجيش على مطار صرواح، يكون الجيش قد حقق إنجاز قوي جدا، ولذلك الميليشيات بدأت تتخوف من الوصول إلى العاصمة عن طريق هذه الجبهة. الجيش الوطني يتقدم ولن يوقف أحد، القبائل موقفها جيد جدا ومساند للقوات الشرعية والجيش الوطني. يعني تتوقعون انفراجا في سير المعارك باتجاه صنعاء من جهة خولان بشكل أكبر مما كان يحدث في جبهة نيم، باعتبار أن هناك هذا الموقف من القبائل؟ هي جبهات متعددة ولن تكون نهم فقط، بالقريب العاجل إن شاء الله الآن من طريق الجوف ستفتح جبهة باتجاه أرحب، وأيضا هناك جبهة قريبة أيضا من البيضاء ستفتح بالأيام القريبة العاجلة، وستكون صنعاء من أكثر من محور، وهي خطة معدة مسبقا، والقبائل كلها مساندة سواء كان في نه أو في محيط الحزام الأمني لصنعاء، أعتقد أنه مساند جدا، وهناك اتصالات حثيثة وكثيفة مع الكثير من الشخصيات والوجهات الاجتماعية في منطقة حزام صنعاء، والجميع يدرك أن الجيش الوطني قادم، فلذلك انحازوا إلى الشرعية ولكن ما يمنعهم من الإعلان الصريح وخوفهم من الميليشيات الانقلابية أن تكون أو أن تصيبهم في أشياء أو أن يتم اعتقالهم. التخوف من الميليشيات الانقلابية ومن ردود أفعالها، لكن لدينا اتصالاتنا ولدينا ايضا الجيش لديه وسائل التعامل مع هذه القبائل، وابشرك بان الجميع منتظرين لقوات الجيش الوطني بفارغ الصبر. اذا ركن اعلام التوجيه في وزاره الدفاع العقيد يحيى الحاتمي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. استاذ ياسين، هل من نقاط تعقيب على حديث سياده العقيد؟ هو فعلا واضح أن السيدة العقيد يتحدث بنبرة تفاؤلية جدا، وهذا ينطلق من يعني شعور بالثقة نتيجة الانتصارات التي تتحقق على أرض الواقع. كلامه واضح ومفهوم فيما يتعلق باستراتيجية المواجهة مع الانقلابيين. هناك هدف نهائي في نهاية المطاف هو الاستعادة صنعاء والتقدم الجيش من عدة محاور باتجاه صنعاء، وما نأمله بطبيعة الحال أن تكون هذه الاستراتيجية طبعا يعني قابلة للتنفيذ خلال المرحلة القادمة، والأمر طبعا يتوقف على مستوى ومدى يعني مرتبطة بقرار سياسي أيضا، ليس فقط على مستوى السلطة الشرعية وإنما أيضا على مستوى التحالف العربي، يعني ومستوى والتحالف العربي بدرجة أساسية معني بهذا الأمر، لأن الدعم والتسليح والتغطية القوية هي تأتي من التحالف العربي، والتحضير السياسي أيضا مهم جدا لهذه المعركة. ولم يعد هناك مبرر اليوم لهذا التأخير عن الذهاب إلى صنعاء، لأن البديل كما نرى اليوم هو هذا
هذا الانفلات الميليشياوي من جانب المنظومة المرتبطة بإيران والتي باتت تقاتل تقريبا بكل الأسلحة حتى الأسلحة الطائفية والخطاب الطائفي، وباتت تشكل طبعا مصدر تهديد حقيقي لأمن المنطقة وللمملكة العربية السعودية بدرجة أساسية. هناك وسائل عديدة اليوم يتم اعتمادها لمواجهة التحالف، والمملكة العربية السعودية قائدة التحالف، ولهذا نعتقد أن حسم الملف اليمني هي أولوية مهمة بالنسبة للأمن الإقليمي، ويجب أن يعتني بها التحالف العربي بشكل يعني أساسي. كانت قبل فترة أستاذ ياسين هناك يعني نوع من الحديث على أن كانت قبل مشاورات الكويت هناك ضغوط على الحكومة اليمنية للدخول في مشاورات سياسية، وهو ما تم في مشاورات الكويت، وحينها كانت هناك الكثير من التقدمات على الميدان، تقدمات عسكرية أقصد. ألا نواجه نفس الظروف هذه الآن؟ لو تتذكر انعقدت مشاورات بييل السويسرية في ظل يعني حالة إحباط شديدة، ولكن الجيش الوطني والمقاومة حركوا المياه الراكدة وحققوا انتصارات مهمة، كان من بينها طبعا التوجه الى 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 نهم واسقاط واستعادة معسكر فرضة نهم، ومن ثم التقدم السريع في نهم، كان هذا في ظل انعقاد مشاورات بييل السويسرية، لأن الانقلابيين هم يستغلون هذه المشاورات للقيام بمهمات عسكرية، فمحاولتهم العسكرية للوصول إلى مدينة مأرب كلفتهم الكثير، فاضطرت الجيش إلى أن يتقدم واستعادة نهم، وكانت هذه ضربة قاتلة طبعا لم يتوقعها الانقلابيون. إذن ليس هناك في تقديري يعني استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالتعامل مع يعني أحداث المرحلة القادمة. هناك تحفز دائما من جانب الانقلابيين لخلط الأوراق ولتحقيق مكاسب ميدانية، وما هو مطلوب اليوم هو التعامل بيقظة مع هذا التحفز واستمرار المضي في خط العمليات العسكرية. الرهان على العملية السياسية بطبيعة الحال يعني لا زال خيارا من جانب السلطة الشرعية، لكن هو في نهاية المطاف يتأثر جدا بالضغوط الأمريكية التي تمارس ليس فقط على الحكومة الشرعية وإنما على التحالف، وهذا الذي دفع حتى بالمملكة العربية السعودية أن تضغط على الحكومة وعلى وفد الحكومة بأن يذهب إلى الكويت وبأن يبقى في الكويت وبأن يعود إلى الكويت حتى بعد أن انسحب وبعد أن كان قد وقع على الجزء الخاص بالترتيبات الأمنية من اتفاق الكويت الذي لم يرى النور حتى هذه اللحظة. أنا في تقديري أنه في الوقت الذي نقول أنه لا أفق للعملية السياسية والحل السياسي، فإن الأفق واضح بالنسبة للعملية العسكرية. يجب أن تستمر العملية العسكرية، ويجب أن يهزم الانقلابيون عسكريا، وأنا في تقديري أنه هزيمة الانقلابيين عسكريا تعني انتصارا كبيرا لليمن وللوحدة اليمنية وللاستقرار في اليمن. طيب قبل أن أدخل في جزئية تعامل الانقلابيين سياسيا مع المبعوث الأممي ومع خطة كيري أو نقاط اتفاق الكويت التي طرحه الشيخ آنذاك، هل هناك من تكلفة قد تضطر الحكومة الشرعية لخوضها أو دفعها في حال أنها رفضت الرضوخ لهذه الضغوطات السياسية التي تمارس عليها واستمرت في اتجاه الحل العسكري واتجاه الحسم العسكري أكثر إلى حين يرضخ الانقلابيين للاتفاقات التي تمت فعليا خلال الفترة الماضية بكلها؟ أنا هنا لا أميل إلى أن هناك إلى القول بأن هناك خيارات منفصلة لدى الحكومة الشرعية. هناك ارتباط مصيري حتمي بين خيارات السلطة الشرعية وخيارات التحالف. لا يمكن للحكومة أن تقاوم المشروع الأمريكي مثلا. الحكومة الثمن بتدفعه في كل الأحوال. السلطة الشرعية التي يستند إليها أو تستند إليها شرعية التحالف العربي في تدخله العسكري في اليمن، يعني فيما لو مضت الخطة التي أعلنها كيري فإنها ستنتهي إلى حكومة وفاق وطني جديدة وربما تحيد حتى منصب الرئاسة. المشكلة هنا ليس في التمسك بهذه الحكومة وبهذا اللون من الحكومة تحديدا، ولكن في الضمانات التي قد تجعل الحكومة القادمة حكومة وطنية حقيقية، حكومة تحرص على وحدة اليمن وعلى استقراره وتمثل تمثيلا حقيقيا. طيب هذا كان واضح أنه لم يكن موجود في اتفاقات السابقة. الحكومة ستدفع خصوصا على ضوء مبادرة كيري
إذا قبلت بهذه المبادرة فهي ستدفع ثمنا كبيرا، لأن القبول بالذهاب بشكل متوازي على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي سيعني أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، لكن ليس هناك ضمانة قد يعني تجعلنا مطمئنين جدا بأن الانقلابيين سيسلمون السلاح وسينسحبون من المدن. لا يجب أن تكون هناك خطة واضحة في الوقت الذي تقبل الحكومة ويقبل التحالف بأن يذهب الجميع إلى مشاورات قد تنتهي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني. يجب أن يكونوا مطمئنين جدا وواثقين جدا من أن أي اتفاق يجب أن يكون متزامن تزامنا، بل أنه حتى مع انطلاق المسار الأمني والسياسي مع بعض يجب يعني أن يكون هناك تشديد واضح على أن الجانب الأمني مقدم على الجانب السياسي. إذا لم يتم تجريد الانقلابيين من السلاح وانسحابهم من المدن فستستمر السلسلة وإبقائهم يعني على قدم المساواة مع بقية القوى السياسية، فإن كل الترتيبات السياسية ستفشل وسيدخل اليمن في مرحلة جديدة. دعنا نكمل النقاش أستاذ ياسين، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا أبقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود للحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. أستاذ ياسين، كثيرا ما يحرص الانقلابيون على إظهار أنهم يحاورون المجتمع الدولي بشكل عام. أن لقاهم الأخير مع المبعوث الأممي جاء تلبية لطلب سلطنة عمان، هل هناك نوع من يعني التدليل من قبل سلطنة عمان للانقلابيين؟ وكيف هي علاقة الانقلابيين سياسيا؟ أتحدث ببقية دول المجتمع الدولي، يعني سواء الأمم المتحدة أو كذلك الدول الكبرى. ولا شك طبعا العلاقة يعني الدور أولا الذي تلعبه عمان هو دور دائما أختار نفسي أن يكون محايدا، وهناك طبعا بدأت مصادر غربية موثوقة صحفية بدأت تتحدث عن تجارة نشطة أو تهريب نشط للسلاح عبر سلطنة عمان. هذا لا يعني أن سلطنة عمان متورطة، ولكن ربما هناك من يغمض العين في سلطنة عمان لاستمرار الحركة النشطة لتهريب الأسلحة إلى الانقلابيين. سلطنة عمان طبعا رسخت علاقتها وقوتها جدا مع الجانب الإيراني. الانقلابيون يريدون أن يظهروا المجتمع الدولي أنهم لا يتعرضون لضغوط سياسية وليسوا معنيين بالجهود التي تبذل من جانب المجتمع الدولي لإعادة الأطراف الأزمة اليمنية إلى مسار السلام، وهم يعتقدون أن يعني وهذا يعني نوع من المراوغة، نوع من يعني تقديم صورة مغايرة عن الصورة المهترئة التي يعني باتت تميزهم. هناك خسارة ميدانية تتحقق، وهناك فشل في إضفاء الشرعية على مجلسهم السياسي على الرغم من استدعاء البرلمان، وهناك فشل في إعادة توظيف البرلمان، وهذه طبعا كانت الورقة المهمة والأساسية التي ظل علي عبد الله صالح يخفيها فترة طويلة استخدمها، ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة. ولهذا هم يريدوا أن يقولوا بأننا سنذهب علشان إرضاء لعمان ويعني احتراما لإرادة سلطنة عمان، فهم لم يذهبوا لأن كيري قال لهم اذهبوا، وإنما لأن سلطنة عمان هي التي قالت لهم رجاء تكرموا بمقابلة المبعوث الأممي. هذا مراوغة مفضوحة ومغالطة مفضوحة. هم في أمس الحاجة إلى أن يتشاوروا مع المبعوث الأممي، هم في أمس الحاجة خصوصا في هذه المرحلة إلى العودة إلى طاولة المشاورات. على الأقل طاولة المشاورات أو انعقاد المشاورات توفر لهم فرصة للتلاعب. لماذا في هذه المرحلة طيب؟ لأن هناك ضغوط عسكرية. أنا في تقديري أن الضغوط العسكرية جادة وقد تنتهي إلى تجريد الإنقلابيين من آخر مكاسبهم وهي العاصمة صنعاء. عندما تنظر إلى أن هناك عسكرياً إماراتياً استشهد في معركة صرواح، فهذا يعني أن التحالف العربي حاضر بقوة، حاضر في الميدان وحاضر في الجو، وهذه من نوع المعارك الحاسمة عندما يكون هناك عناصر من التحالف العربي. المعارك مثلاً التي تحقق فيها المقاومة تقدما كبيرا في تعز يغيب عنها تماما التحالف بإمكانته العسكرية الميدانية وخبراته العسكرية الميدانية. هناك حضور بمستوى ما على المستوى الجوي، لكن معظم الانتصارات التي تحقق في تعز تحقق عبر إرادة المقاومة وعبر إمكانياتها الذاتية تقريبا.
لكن في مأرب المعارك الحاسمة التي أعادت مأرب والتي أمنت مأرب والتي أوصلت الجيش إلى حدود صرواح دائما كانت بالشراكة مع التحالف العربي، فكون هناك حضور ميداني للتحالف العربي فهذا يعطي انطباع بأن المعركة حاسمة وأنها تحقق أنها تقف خلفها إرادة التحالف العربي، وهذا الذي أقلق في تقريبا الحوثيين، فقبلوا بالذهاب إلى مشاورة جديدة ويعني ذهبوا إلى المبعوث الأممي في مسقط، ولكنهم تحت غطاء أنهم يلبون مطالب عمان التي لها مكانة خاصة لديهم. طيب ينضم إلينا الآن أستاذ ياسين الصحفي في رئاسة الجمهورية الأستاذ ياسر الحسني. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ ياسر، ما تعليقك على تصريحات وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي يعني تحدث عن هدنة، ما الجدوى من الهدنة الآن؟ حقيقة المبعوث الأممي ووزير الخارجية الأمريكي يريد إحياء المشاورات من جديد من خلال تقديم مبادرة تقدم بها كيري للمبعوث الأممي، والمبعوث الأممي يحاول أن يعيد إحياء المشاورات بمبادرة جديدة للكيري، وتم تقديم حسب المعلومات المتوفرة لتقديم نسخة من هذه المبادرة للانقلابيين في مسقط، وأعطاهم مهلة للتشاور مع قياداتهم للرد على المبعوث الأممي. كذلك قام المبعوث الأممي بزيارة رئيس الجمهورية لإطلاعه على ما تم مناقشته مع الوفد الانقلابي، لكن أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية اليوم باتت تتعامل باستراتيجية جديدة مع المجتمع الدولي. ما هي هذه الاستراتيجية؟ لا تحدث أي مبادرة لصناعة أو لتقديم حلول سلمية، ولا يعني تغفل الجانب العسكري وتستمر في دعم المسار العسكري الذي يبدي ويحقق نتائج إيجابية على الأرض. أما المشاورات السياسية فقد أفشلت 4 جولات من المشاورات دون أي تحقيق يعني أي نجاحات في هذه الجوارات. أنا أعتقد أن الحكومة الشرعية تراهن على المسار العسكري، وأنا أعتقد أنها أيضا تدرك أن كيري وإدارته وما تريد أن تحقق أي نجاحات سياسية في نهاية ولايتهما، لم يتبقى إلا شهر ونصف لولاية كيري، وهو يريد أن يحقق في هذا الشهر ونصف أي نجاح، وهذا صعب طبعا. نحن ندرك جميعا أن ميليشيا الحوثي رفضت كل ما يعني تقدمت به المبادرات والحلول والافكار والمقترحات الحلول السلميه، اخرها المبادره التي تقدمتها الامم المتحده وتم رفضها من الطرف الانقلابي. وكيري يحاول يعني ان تعقد جلسه جديده من المشاورات ربما في القاهره او في عاصمه اخرى، ولكن لن يحقق اي تقدم يعني حسب المؤشرات الموجوده على الارض، فالمسار العسكري هو من سيحسم الامر في النهايه. طيب انت تحدثت على ان الحكومه باتت تدرك ان يعني الخيار العسكري ربما هو الانجع في هذا الوقت، خصوصا مع تجاربها المتكررة والفاشلة مع ميليشيات الحوثي في أو الانقلابيين بشكل عام في المشاورات السابقة، لكن هذا الحديث كنا نسمع ما يشبهه في ما قبل مشاورات الكويت، وكان هناك تقدم ميداني إلى حد ما. أليس هناك احتمال أن تتكرر يعني هذه الأحداث أو الظروف وتدخل فعليا الحكومة في مشاورات على الرغم من التقدمات الميدانية التي تحصل الآن؟ كل الاحتمالات واردة، يعني من الصعب أن الحكومة ترفض أن تتعاطى بإيجابية مع المجتمع الدولي ومع المبعوث الخاص ومع الرؤى والمقترحات التي تقدم من دول فاعلة كالولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الحكومة الشرعية بدأت تدرك بأن هذه المشاورة كما قلت لك يا عزيزي أنها لن تحقق أي تقدم، ولكنها لن توقف الدعم ولن توقف العمل العسكري على الأرض، كما تشهد اليوم قوات الجيش الوطني على 7 جبهات في المحافظات الشمالية تخوض معركة شرسة لخنق ميليشيا الحوثي في صنعاء من جهتين، من جهة مهم ومن جهة صرواح، وكذلك الجبهات في البيضاء وتعز وحجة وكثير من الجبهات الأخرى. اليوم الحكومة الشرعية تدعم وبقوة لاستعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الانقلاب. بالتأكيد الحكومة ترحب بأي مبادرة والتعاطي الإيجابية مع أي مقترح من الدول الفاعلة في المنطقة لصناعة السلام في اليمن، ولكنها أيضا هي تريد أن تتعاطى بإيجابية فقط مع هذه الدعوات. هي تدرك بأن هذه الميليشيا الانقلابية ترفض أي حلول سلمية، لكنها تريد أن تقنع المجتمع الدولي مجددا بأن هؤلاء ليسوا يعني لا يريدون عملية يعني أو التفاوض بشكل سلمي لتنفيذ القرارات الشرعية الدولية. اليوم المجتمع الدولي اعتقد بعد كل هذه المجولات والمشاورات سيقف المجتمع الدولي في الأخير لدعم الحكومة الشرعية
لفرض خيارات السلام بالقوة واستعادة مؤسسة الدولة وفرض قرارات الشرعية الدولة وإنهاء الفوضى التي دخلت فيها اليمن جراء الانقلاب الذي قامت فيها الميليشيات الانقلابية. طيب بحسب المعلومات المتوفرة لديك أستاذ ياسر، ما هي التكلفة سياسيا أتحدث، ما هي التكلفة التي قد تتكلفها الحكومة في حال لم تتوافق مع أو لم تتعامل بإيجابية إن صح التعبير مع المقترحات السياسية التي يقدمها جون كيري أو المبعوث الأممي أو حتى الضغوط التي تمارس عليها من قبل التحالف العربي أحيانا؟ كل المقترحات والمبادرات التي تقدم للشرعية اليوم هي لا تخرج عن المرجعيات المتفق عليها للحل في اليمن، لا تخرج عن القرار الأممي، لا تخرج عن المبادرة الخارجية، لا تخرج عن مؤتمر الحوار الوطني. الحكومة الشرعية تتعامل مع هذه المقترحات ومع هذه الأفكار لأنها تستند إلى مرجعيات واضحة، ولكن الحكومة هي تنتقد أنه كيف يعني نستأنف جلسات مشاورات مع طرف رفض الوثيقة التي خرجت عنها جولات المشاورات الدولتين للمشاورات في الكويت، رفضها الوفد الانقلابي دون يعني موقف يذكر المجتمع الدولي. أنا أعتقد أن كما قلت لك عزيزي المؤسسة الدولية المقتنعة تماما بأن أن يتم صناعة السلام مع ميليشيا الحوثي أصبح شيء من المستحيل، وكذلك حتى المؤسسة الأمريكية تدرك ذلك، ولكن هناك يعني محاولة أخيرة من جون كيري وسيفشل كما فشل المساعي السابقة في صناعة السلام، لأن الطرف الآخر لا يرحب بأن تكون هناك عملية سلام في اليمن، ولا يرحب بأن يسلم سلطات الدولة ولا يسلم الأسلحة ولا يخرج من المدن. هناك تصريحات واضحة من هذا الطرف المتعنت، ولكن الحكومة الشرعية اليوم تريد أن تقنع المجتمع الدولي من جديد بأن يقف مع الشرعية اليمنية ومع التحالف الذي يدعم هذه الشرعية في سبيل إنهاء الفوضى والدمار الذي تسبب به هذا الانقلاب. والحكومة الشرعية عازمة على خوض كل المعارك على كل المستويات، ولكنها أعتقد اليوم هي تفعل الجانب العسكري والمسألة العسكرية الذي سيحل الأزمة اليمنية، لأن هؤلاء يرفضوا كل الخيارات في ذلك المبادرة الأخيرة والتي كان فيها كثير من المثالب وكثير من الأمور التي تخدم الانقلابيين، ولكنهم رفضوا هذه المبادرة بدليل أنهم يريدوا أن يستمروا بنهب اليمن واستمرار يعني العبث الذي يعني عبثوا بالبلاد. والحكومة الشرعية تريد أن تنهي هذه الفوضى بالخيار العسكري والتعاطي الإيجابي مع كل المبادرات المقترحات التي تأتي من المجتمع الدولي والأطراف الدولية الفاعلة. طيب بسؤال أخير، باعتقادك في الأيام المقبلة هل ستكون هناك مشاورات أم أن الأمر بالفعل يتجه بشكل أكبر نحو حسم عسكري؟ هناك يعني الآن يتم الحديث عن الترتيب لإجراء مشاورات قادمة، ولكن لم توافق الأطراف حتى اللحظة، الطرف الآخر لم يعلن موافقته، كذلك الحكومة الشرعية لابد أن يتخذ قرار. نحن نعرف جميعا رئيس الجمهورية لا يتخذ قرار إلا بعد اجتماعات مع الحكومة، اجتماعات مع القوى السياسية، اجتماعات مع هيئة المستشارين أو هيئة مستشارين رئيس الجمهورية. الحكومة الشرعية الآن تتدارس استئناف جولات المشاورات، إذا كان هناك نية صادقة من المجتمع الدولي لإرغام هذه الميليشيا الانقلابية كمحاولة أخيرة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية يعني والانسحاب للمدن وتسليم الأسلحة، فأعتقد أن الحكومة الشرعية اليوم هي في تناقش هذه الأمور التي طرحها ولد الشيخ، وكذلك الطرف الانقلابي الكيري وأوباما يريدوا أن يحققوا أي انتصار شخصي يحسب لهم، ولكن أنا أعتقد أنهم لن يحققوا أي انتصار ما دامت ميليشيا الحوثي لا تزال متعنتة ولا تزال تواجه المجتمع الدولي، تواجه قرارات الشرعية الدولية بمزيد من الانتهاكات ومزيد من 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 العراقيل التي تضعها مثل تأسيس ما يسمى بالمجلس السياسي. على هذا نفس لكل الحلول السلمية والمساعي التي كانت من المفترض أن تتم، فالميليشيا الانقلابية تضع كل العراقيل في أي في نجاح أي تسوية سياسية قادمة. إذن أشكرك الصحفي في رئاسة الجمهورية الأستاذ ياسر الحسني، كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ ياسين، هل تتفق في نقطة أن هناك فرصة أخيرة تريد إعطائها أمريكا لموضوع مشاورات السلام، وأن هذه مجرد محاولات يعني يريد منها أو عبرها الحكومة أو السلطة الأمريكية الحالية الخروج لإنهاء الفترة الرئاسية التي ستنتهي بغضون يعني ببدء الانتخابات القادمة؟ أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك أنها ملف في غاية التعقيد. عندما تتعامل مع الملف اليمني فهي تتعامل معه من زاوية موقفها من المملكة العربية السعودية وشراكتها مع المملكة العربية السعودية.
لكن هم فعلا كما قال الأخ ياسر ربما حريصين على تحقيق تقدم في المسألة اليمنية وإنجاز حل سياسي، لكن هذا من السابق الأوان الحديث عن إمكانية تحقيق اختراق حقيقي في جدار الأزمة اليمنية الذي لا زال صلبا حتى هذه اللحظة. جون كيري على سبيل المثال في مبادرة الأخيرة أضاف مزيد من التعقيدات على مسألة الأزمة اليمنية، في الوقت الذي كان اجتماع رباعيات لندن قد أقر بمسألة أو ضرورة التسلسل الزمني الذي يبدأ بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي ثم الانتقال إلى العملية السياسية. جاء كيري في بعد اجتماع جدة مباشرة إلى القول بإمكانية الذهاب بشكل متزامن إلى العملية الأمنية والعملية السياسية، هذا الذي جعل الحكومة تتردد بشكل كبير جدا وتأكد في أكثر من مناسبة خصوصا بعد صدور هذه المبادرة على مسألة ذهابها إلى مشاورات على القواعد نفسها او على المرجعيات نفسها اللي هي اتفاق المبادره الخليجيه ومؤتمر وقرارات الشرعيه الدوليه ومخرجات الحوار الوطني. طبعا المقترحات كيري لا شك انها يعني تحدث يعني اضافت مزيد كما قلت مزيد من التعقيدات للمشهد السياسي اليمني، لانه في غياب ضمانات حقيقيه على يعني على اجبار الميليشيا على الانسحاب وتسليم السلاح لا يمكن ان تنجح هذا التصور الامريكي الذي بات جزءا من المبادره الدوليه، هذا التصور لا يمكن أن يحقق سلام في اليمن. يعني بشكل عام هل هناك حديث مجرد حديث من قبل سواء الأمريكان أو من قبل المبعوث الأممي على المرجعيات وضرورة الوقوف على هذه المرجعيات، لكن هناك لاعب على مستوى التفاصيل وعلى مستوى الحديث عن نقاط معينة وآلية ترتيب وتنفيذ معينة، هل هذا الأمر يتكرر في المبادرات التي يتقدم بها المبعوث الأممي ثم يتقدم بها وزير الخارجية الأمريكي؟ المبعوث الأممي نفسه يقر بأن العملية السياسية لن تخرج عن المرجعيات، ولكن هذا النوع من الترتيب دائما يلتف على المرجعيات ويفقدها محتواها ويفرغها من محتواها. القول بإمكانية الذهاب إلى يعني تعيين حكومة شراكة وفي الوقت نفسه إجراء الترتيبات الأمنية، هذا أمر يعني ليس فيه يقين في حقيقة الأمر، لأنه إذا توصلنا إلى حكومة شراكة وطنية عمليا ضمننا مرجع سياسي يستند إليه الإنقلابيون ولم نضمن نتائج حقيقية في الميدان. يقولون أن هناك طرفا ثالثا يمكن أن يتسلم السلاح، هذا الطرف الثالث لم يتم تعيينه حتى هذه اللحظة، فأنا لا أتصور أنه في فترة زمنية قياسية يمكن التوصل إلى حكومة شراكة ومن ثم حسم مسألة الانسحاب من المدن وتسليم السلاح. هذه هي النقطة الخطيرة جدا، إذا لم يتم الحسم في هذه النقطة فأنا أعتقد أنه لا أمل في إنجاز حل سياسي، وأنا لا أتصور أن يتم إنجاز حل سياسي خلال المرحلة المقبلة طالما هذه النقطة يعني هي أشبه بعقدة في منشار الأزمة اليمنية. طيب بسؤال أخير أستاذ ياسين، الآن على ماذا يراهن الانقلابيون بما أن هناك تقدمات ميدانية على الأرض وهم في نهاية المطاف يعني مكونات مختلفة بداخل جبهة الانقلاب، وهناك من يعني يهتم بالمكاسب السياسية وهناك من يقامر؟ يراهنون أولا على اعتقاد مسبق بأن الأزمة اليمنية ليست حاضرة بقوة في الاستراتيجيات الدول الكبرى. هو صحيح في نهاية المطاف هي دائما حضور الأزمة اليمنية يأتي من حضور الدور السعودي نفسه في هذه الأزمة، ولهذا هم يعتقدون أن المجتمع الدولي لا يكترث لما يجري في اليمن، ولهذا هم يقولون أنه لدينا فرصة لأن نلعب. النقطة الثانية أنهم لا يهتمون باليمنيين ولا يهتمون بالخسائر التي يتكبدها اليمن في هذه المرحلة. النقطة الثالثة هم يراهنون على إطالة أمد الأزمة وإجر اليمنيين أيضا من حرب أهلية إلى حرب أهلية أكثر تعقيدا وطويلة الأمد. هم أيضا يراهنون على الفوضى، يراهنون على الاعتقاد بأنهم لن يخسروا شيء أكثر من الذي قد خسروه، وهم هنا يتصرفون كعصابة ولا يتصرفون كسلطة مسؤولة عن شعب بكامله، فهم يحكمون السيطرة في صنعاء لكن لا يتصرفون بمسؤولية تجاه الشعب اليمني، وهذه هي العوامل تقريبا هي التي تجعلهم يستمرون في هذه المغامرة القاتلة التي لن تنتهي في تقديري إلى نجاحهم في استعادة السلطة كما يتوقعون، وإنما ربما إذا استمرت على هذا النحو ربما هذا يعني مثلما تدخل التحالف العربي بذلك الزخم في عاصفة الحزم ربما يقرر أخيرا الحسم العسكري مهما كانت النتائج. إذن أشكرك أستاذ ياسين تميم الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمن وتحيات بقية أفراد طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.